إرث عصي على النسيان، وثورة لم تغلق أبوابها بعد، ثورة 26 من سبتمبر التي احتفى واحتفل بها اليمنيون بأعلى أصواتهم من وسط الحصار والظلم والقهر، ونادوا لن ترى الدنيا على أرض وصية. لكنها طبيعة الكهنوت في كل لحظة أن يكذب علناً على الأحرار ويبدد رؤاهم ما استطاع. له الحرية أن يخرج، أن يتظاهر، أن يعتصم، ليس لكم أي حد في جمعه أو منعه بأي قوة في الموقف المحد، فليس لكم أي حد أن تقفوا بوجهه. وفي لحظة طغيان وجبروت مستبد يكشر عن أنيابه المخبأة خلف خطابات الخداع والتدليس ليظهر العداء صراحة، زخم واحتفاء واحتفالات رغم أنوف الإمامة والانقلاب جسدها اليمنيون في الداخل والخارج عبر هتافاتهم ومسيراتهم ومواقعهم الإلكترونية، أنموذج حي للإرادة الوطنية رغم تعنت الميليشيا وجبروتها وإعادة المشهد لحقيقة الثورة والعدالة والحرية. اليمنيون احتفلوا في عدد من محافظات البلاد بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر من خلال الخروج إلى الشوارع في حشود جماهيرية كبيرة، وأوقدوا شعلة الثورة التي أطاحت في عام 1962 بحكم الأئمة وأرست معالم العهد الجمهوري. تأتي هذه الذكرى في ظل تصدع وتحد يعيشه المواطن وسط حكومة متخاذلة وأحزاب وبرلمان ونداءات بتسوية سياسية شاملة. مراقبون يرون أن الشارع اليمني بات يدرك اليوم معنى الثورة وثوابتها الوطنية، فها هي تعود صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة الحوثي للهتاف مجدداً لن ترى الدنيا على أرض وصية. سوف يواصل هؤلاء الدفاع عن أهداف الثورة ومبادئها والوقوف في وجه المحاولات الحوثية الرامية نحو إعادة التاريخ إلى الوراء.